السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا موضوع آخر اللي هو التمبلت. كيف أصنع تمبلت في الروبي أون ريل؟ طبعا صناعة التمبلت في الروبي أون ريل كل تمبلت حتى يتعرف عليه الروبي مفروض أنه ينتهي بامتداد ERB، مثل ما نلاحظ هنا ERB. ERB بمعنى أنه Embedded Ruby. Embedded Ruby هذا هو التمبلت المتعارف في روبي اون ريل. طبعا في عندك انت كثير انواع امتدادات، بس لكن هذا هو الامتداد اللي يجي بيها روبي كالتمبلت العاد للروبي. ممكن انت تستخدم HTML عادي، يعني ممكن تستخدم انت مثلا index.html فقط بدون ERB، لكن ما يفرق انت لما تيجي تستخدم HTML او ERB الا في حالة. ال HTML هذا يكون static، HTML يكون ثابت. احنا نعرف انه ال HTML ليس دايناميك، يعني ما يتفاعل، موقع غير تفاعلي. فحتى تعمل موقع تفاعلي ممكن تعملها ERB. ERB راح يشوف في داخلها، اذا كان فقط HTML راح يطلع لك اياه على شكل HTML، اذا كان في داخلها اكواد عائده للروبي راح يطلع لك اياه على شكل روبي اون ريل، وايضا يترجمها لل HTML. على فكره ال ERB ممكن انه تكتبها بطريقتين، يعني احنا اذا مثلا فور اكزامبل اجينا ل اشوفك مثال ويلكم، في الويلكم لاحظ انا اقدر اكتب بطريقتين الروبي، اقدر اكتبها بطريقه هذا الشكل، طبعا علامه النسبه المئويه اكبر اصغر وتضع بيناتهم وين النسبه المئويه 5. اوكي هذا هو علامه الروبي. ممكن تكتب التاجات الروبي بهذا الشكل روبي اون ريل، وممكن تكتبها بهذا الشكل، لاحظ اكبر اصغر ونسبه المئويه، واكبر اصغر نسبه المئويه، لكن في البدايه عندك يساوي. الفرق بين الاثنين انه هذا اليساوي راح يطلع لك نتيجه، هذا لن يرجع لك نتيجه، يعني هذا بدون ارجاع نتيجه، هذا بارجاع النتيجه. فليكن مثلا خلينا نقول 2 في 5، ونفس الشيء نكرره في الأسفل 2 في 5. الأولاني لن يعيد القيمة لك، الثاني راح يعيد القيمة لك. طيب لو جيت هنا عملت مثلا لاحظ سيف، وجيت هنا عملت باك، لاحظ هذا ويلكم بيج، انتر، ظهر لي رقم 10. طبعا هذا مش حيظهر، لو اجيت هذا عملت له مثلا هاشتاج، او مش هاشتاج عفوا، هذا هنا نعمل له سيف، لاحظ رفرش اختفى، جمع القيمة اثنين، يعني ضرب القيمة 2 في 5 10، هو بيعرف البراوزر انه 10، لكن لن يطبعها في المتصفح. ليش؟ لانه ما طلبت من عنده قيمة ارجاع. لو كتبنا يساوي بمعنى انه انت اضرب القيمة، واليساوي بمعنى انه اعرض لي اياها على الويب بيج، فلما اعمل ريفرش الاحظ انه ظهرت لي رقم 10. ممكن استخدام الفاريبلز ايضا في داخلها، يعني مثلا انت هنا بالحاله تقول ممكن انا استخدم بعد خلاص انا راح استخدم هذه الطريقه وما احتاج انه انا استخدم اليساوي، يعني هذه الطريقه لن استخدمها، استخدم هذه الطريقه فقط. بالعكس هذه الطريقه ايضا تفيدك. امتى تفيدك؟ متى تفيدك هذه الطريقه؟ مثلا احنا نقول var بيساوي نعرف variable معين، او var ممكن يكون عندك متشابه، مثلا نقول name، name يساوي نجي نعرف مثلا محمد، تمام؟ انا عرفت variable بس ما احتاج انه هذا الفاريبل يقوم بطباعة المتصفح، فقط هنا اجي اقول مثلا انه اطبع لي name اللي هو محمد، تمام؟ واجي هنا اعمل مثلا فور اكزامبل، لاحظ هنا أنا لازم نخلي قوسي المجموعه، اوكي، واطبع لي ايسا، هنعمل سيف، خلني اجي هنا أنا. رفرش، ظهر عندي مشكله لانه نسيت الهاشتاج. لو نجي نكتب هنا أنا هاشتاج بعدين قوس المجموعه عيسى، ونجي نعمل هنا أنا مثلا فور اكزامبل سيف، ونجي نقول رفرش، لا طلع لي نفس المشكلة.
لأنه الاثنين مفروض أخليهم داخل string. هذا إيسا string ما ينفع أتركه داخل التاج بهذا الشكل. لاحظ بس هنا شنو ظهر عندي؟ ها لاحظ لو نجي نغير هذا ب double tag save. تمام محمد عيسى. لاحظ خلينا نستخدم هنا br tag br اللي هو break راح يعمل لك line جديد. لاحظ شغال بمعنى انه هذا راح يترجم على شكل html عادي جدا. ممكن استخدام html في داخلها لكن لاحظ لما استخدمنا single tag لن يتعرف في داخلها الفاريبل. دبل تاج الفاريبل يقرا. اذا هذا انتبه لما تتعامل مع الفاريبلز مع سترينج انتبه انه انت تضع سينجل تاج. اذا وضعت سينجل تاج راح يقراها راح يحولها الى سترينج فعلي ولن يقرا المتغير اللي في داخلها. فلهذا دبل تاج احرص دائما انه يكون عندك الدبل تاج حتى تتاكد انه الفاريبل النهائي اللي راح يظهر عندك ممكن ترجمتها في البراوزر. طيب احنا هنا مثلا ممكن for example نعمل شيء. لاحظ لو نجينا على the source او inspect element في inspect element لاحظ الترجمة كيف راح تكون. هنا عندك لاحظ 10 تظهر لك قيمة br tag اللي احنا عملناها بعدين تظهر لك محمد عيسى كstring عادي موجودة في داخل body. لاحظ هذا ما يظهر لك على شكل الروبي راح يظهر لك على شكل HTML في داخلها. وممكن أيضا تستخدمها كفور لوب يعني مثلا إذا جينا هنا عملنا شيء معين مثلا for example إذا كتبنا هنا نريد تكرر 5 مرات times أوكي. طبعا هذا روبي BLN بهذا الشكل. وين البايب؟ هذا اتصور بايب اوكي هذا البايب ان تكررها وتيجي هنا تطبع الان هذا تحتاجه هذا عملية الطبع في البراوزر صح؟ هذا مثلا اجي اكتب هنا ان اوكي. ولا تنسى بعد ما تعمل التكرار مفروض انه انت تغلقها فاللي احتاجه انه اجي اعمل هنا واحد اخر مش محتاج الى طباعة فقط اكتب بيها end. هذا هو كود الروبي اوكي. لهذا انا قلت يعني انه المفروض واحد يدرس عن الروبي بس عادي جدا حتى لو ما درست الروبي انا راح اعلمك هنا بعض الكوماندات للروبي. فهذا بي ار تاج حتى كل ما يكرر الرقم ينزل للاسفل. فلو نجي نعمل الريفرش اوبس طلع عندنا هنا مشكلة لانه times. لاحظ هنا بيقول لك عندك مشكلة undefined method اللي هو time. Do you mean times؟ لاحظ روبي on rail بيساعدك. فلو نجي نكتب هنا times نعمل save ونجي نعمل refresh that's it 1 2 3 4 بيطلع لي في المتصفح ما عندي اي مشاكل. تمام خلينا نشوف التايم 8 دقائق اوكي خلينا نكمل شوي. في عندك شيء اخر اللي هو الانستانس فاريبل. شو هو الانستانس فاريبل؟ الانستانس فاريبل هي الفاريبل اللي انت ممكن تستخدمها وتعرضها على الصفحه. يكون عندك مجموعه متغيرات في داخل الكنترولر بس تحب هذه المتغيرات تمررها للصفحه. طريقه تمرير المتغيرات من الكنترولر للفيو عادي جدا لكن العكس غير صحيح. يعني انه انت تمرر متغيرات من الفيو للكنترولر هذا ما ممكن. انا اقصد الانستانس فاريبل تمرر اوكي. تمرير الانستانس فاريبل من الفيو للكنترولر لا يمكن بس ممكن تمرير الانستانس فاريبل من الكنترولر للفيو كنوع من البروتكشن يعتبروها عكس ما يقبلون. طيب خلينا نثبت هذا الشيء. لو اجينا هنا احنا عملنا مثلا خلينا نروح للكنترولر. هذا محمد كنترولر اوكي احنا موجودين في محمد كنترولر. خلينا نعرف function def هنا نعرف مثلا نقول هذا التعريف راح يكون for example شو يكون
array بس لازم تغير الاسم لان array معرف داخل الروبي on rail array loop مثلا بهيك اسم تعمل array loop وتجي في داخله مثلا تعمل شيء تقول انت في عندك array طبعا الانستانس variable دائما يبدا ب الات هذا هو الشكل الايميل at هذا هو انستانس variable حيعرفه array الاري العادي لاحظ الفاريبل هذا هو فاريبل الان هذا يعتبر فاريبل في الروبي لكن في الروبي اون ريل هذا يعتبر انستانس فاريبل فلا تستخدم في كوماندات في اكواد الروبي ما بتشتغل على الريلز لن تعمل على الريلز اوكي في اكواد بتشتغل على الريلز لما يكون الفاريبل هو انستانس فدائما الفاريبل انستانس فاريبل بيكون بهذا الشكل تكتبه انت خلينا نعمل اري 1 2 3 4 إيه عفوا ليس 1 فارز 2 فارز 3 4 اوكي like this هذا الان انا عندي array ثابت طيب خلينا نجي نعمل الريندر انت وين تريد تعمل الريندر ممكن تعمل الريندر في صفحة الويلكم مثلا خلينا نشوف صفحة الويلكم مشغول خلينا نعملها بصفحة الاندكس مثلا اندكس والروت خليها بالويلكم طيب ممكن تعملها بالاندكس عادي جدا طيب يبقى لنا شنو يبقى لنا انه ننتقل للمرحلة الثانية اللي هو في التمبلت هنا أنا عندنا ويلكم لان احنا نعمل الريندر في الويلكم طبعا هذا لازم نشيله الشكل هذا الاري راح نمرره في هذه الصفحه فهنا ممكن انه انت تستخدمها كيف تستخدمها خلينا نجي نعمل هنا بي ار تاج حتى لا يكون متشابه معه وهنا في الاسفل تعمل مثلا تاخذ نسخه من هذا فور ايتش خلينا نقول الاري شو كان اسمه هذا حتاخذه هذا الفاريبل صح انستانس فاريبل تاخذه تضعها هنا أنا. وتقول له دوت ايتش لكل ماذا دو ان هذا الان راح يدخل في داخل الاري ويكرر نفسه نفس العمليه تمام نفس العمليه خلينا نجي نتاكد انه في الويلكم ريفرش عندنا في مشكله طيب ليش المشكله at okay array dot each do خلي نشوف هنا ال undefined each هو ما بتكتب بشكل each اتصور صحيح ال each خلنا نشوف هذا لا ظهر عندنا مشكلة ERB inputs شو المشكلة هنا في الهيدر نون كنترول زي دوت مفروض انه يظهر عندي array تمام خلنا نشوف الديفينيشن هنا الكنترولر اوكي احنا عرفنا هنا شيء اسمه array تمام اتصور انه ما يحتاج انه احنا نعمل function اصلا يعني هذا الفاريبل ما متوفر احنا ردناه بالويلكم صح save تمام احنا عملنا ديفينيشن اخر وما عملنا له راوت على فكره احنا ما عملنا له راوت يعني احنا ممكن نصلحها كيف لاحظ هذا اول شيء احنا نعمل في الويلكم فعرفنا الاري في الويلكم هنا ظهر ايرور لانه هذا ما موجود الاري ما موجود في داخل الديفينيشن للويلكم فلذلك اعطاني ايرور بس ممكن انه احنا نعمل شيء لاحظ مثلا هذا اوكي كوبي نعمل سيف نجي للراوت في الراوت لاحظ في عندنا هذا صح ناخذ هذا نضيفه هنا ناخذ هذا نضيفه هنا نعمل سيف تمام الان لو جينا على هذا الكنترولر حيعمل ريندر للويلكم فاذا جينا هنا عملنا له مثلا
قلنا له بهذا الشكل error internal while def array. اوكي الريندر هو للويلكم وفي الويلكم حيجي ال each array حولها went log. لاحظ هنا في عندنا شيء اسمه log. اللوج دائما اللي موجود فيها المصايب والمشاكل اللي احنا نعملها دائما. اوكي هذا هنا عندنا في مجموعة مشاكل problems. هذا يمكن الاسفل هو التاريخ القديم. لا هذا حديث. start get from هذا بس لكن انطق sign text error end of input keyword app expecting end of keyword. طبعا هنا ايضا راح يعطينا ايرور. لاحظ run in block pool لا هذا يحتاج لشغل. فاذا نرجع للطريقه القديمه. لاحظ هنا ما حاب ادوخكم هي ممكن تصير بس لكن خلينا نشوف بالدروس القادمه نشرحها لكم يعني لان هذا ياخذ وقت. هذا امسح الريندر وامسح هذا. مجرد عرف ال end ما يحتاج. مجرد عرف ال array يمكن حذفنا شيء. اوكي عرف ال array في داخل من في داخل ال welcome. اوكي لو عرفنا ال array في داخل welcome وهنا احنا اصلا عندنا welcome دخلنا فيها ال array فعدنا ال array each بال end و n راح يظهرنا بهذا الشكل. خلنا نعمل هذا save ايضا. محمد كنترولر نعمل له سيف ونجي على الرفرش. لاحظ الان هنا الاري اي لانه احنا مسحناها سو غلط طابين ويلكم. ايه تمام. سيف شو المشكلة. route match and priority from top path url rails خلني نجي نمسح welcome. اوكي هنا انا بالراوت في عندنا الويلكم موجود. طيب شو المشكلة؟ ها شباب اكتشفتوا المشكلة؟ اوكي سو خلنا نرجع للروت. اوكي هذا من البابليك طبعا اللي يطلع لنا بس في عندنا تمام لا ما عنده مشكلة كانت هي مجرد تحتاج الى رفرش. طبعا في حالات تصير انه ما ياخذ التأثير. هو المفروض انه اي تغيير احنا نعمله في داخل الملفات مفروض انه يعمل له ابديت. فممكن يتأخر الابديت شوي. اوكي ممكن يتأخر الابديت. فاذا تأخر كثير الابديت ممكن تعمل كنترول سي وتشغل السيرفر من جديد. اوكي الان هو اشتغل ما عندنا اي مشاكل. لاحظ هنا اللوب حدث 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. فاذا هذه طريقه اخرى في استخدام الانستانس فاريبل انه انت تجي تعرف هنا وبعدين تاخذه في الصفحه مالته وتعمله each. نوقف هنا نكمل وياكم الدرس القادم. مع